في البداية نبارك لجميع الكتل الطلابية هذا العرس الديمقراطي البهيج، منذ مدة لم تجري الانتخابات هنا، وهذه فرصة كبيرة للكادر ولجيل جديد في المجتمع الفلسطيني لكي يدلي بأصواته، لكي يختار من يمثله في مجلس اتحاد طلبة يضم كافة الأطر الطلابية. بالنسبة لتقييم اليوم، الوجود الطلابي ممتاز إلى حد ما، نتمنى إقبال طلابي أكبر من هذا في الساعات المتبقية من عملية الاقتراع الانتخابي، وكما نأمل في كما تجري الانتخابات في جامعات الضفة الغربية أن تحصل في قطاع غزة، لأن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هي التي تخرج القيادات السياسية والنقابية التي ستعلو في الوطن وستعلي من شأن هذا الوطن. لا نزكي على الله علما، ولكن نتمنى التوفيق لكل الكتل الطلابية، ففي النهاية هي مصلحة واحدة باختلاف السبل الموجودة حاليا. كلنا أبناء فلسطين نتطلع إلى مجلس اتحاد طلبة يضم كافة الأطر الطلابية ممثلا عن الطلبة جميعا، يخدمهم ويحرسهم نقابيا وسياسيا داخل إطار الحرم الجامعي. التقييم اليوم جيد جدا، الطلاب متعطشين إلى هذا اليوم منذ 6 سنوات. الحالة الحركة الطلابية شايفها بتتفاعل كل مالها، يعني الحالة الديمقراطية في جامعة النجاح وعلى المستوى الفلسطيني بتزيد وبتصدر حالة جميلة جدا، خصوصا انه اليوم بنشوف حالة طلاب. احنا لسه ما تجاوزناش الساعة 1، نسبة التصويت 50%، هسه 51% وصلت حسب توقعاتي. من هون للساعة 3:30 راح تصير اتوقع 70-75. فالطلاب جد متعطشين الى هذا اليوم منذ زمان، يعني خصوصا انه جيل كامل ما انتخبش بسبب الحجج الواهية من جامعة النجاح، بنقدر نحكي. والله بشكل عام لحد الآن شايفة إنه يعني في ناس بتصوت لحد الآن، وكان آخر نسبة واصلة 45% من نسبة التصويت للطلاب، إن شاء الله إنها تزيد من هون لآخر اليوم وبإذن الله خير. والله بعد 6 سنين لسه الطلاب لأنهم مش عايشينها كل سنة، فلا مش كثير الصراحة شايفة نسبة الحماس للانتخابات، فبإذن الله إنها تصير كل سنة، وشو ما كانت النتيجة إن شاء الله خير، والسنين الجاية تضلها الانتخابات كل سنة. تعطي الحق للطالب بأنه هو يختار اللي يمثله واللي يدافع عنه، تختار اللي يوقف مع حقوقه، يدافع عن الظلم، فيعني حدا يعبر عن صوته. صباح اليوم افتتحت صناديق الاقتراع في جامعة النجاح نشهد العرس الديمقراطي بعد غياب 6 سنوات قصرية عن ساحات جامعة النجاح، ونأمل من الطلبة أن يكون نسبة الاقتراع عالية جداً لتصنع تغيير داخل ساحات جامعة النجاح. كجافة عمل طلابية تقدمية يعني نشاهد انه في نسبة اقدام للطلبة داخل ساحات جامعة النجاح ممتازة جدا، ومع ذلك ندعو كافة الطلبة الى التوجه لصناديق الاقتراع. رسالتنا الى دار جامعة النجاح هي الوقوف عن النهج المماطل في عملية الاقتراع داخل ساحات جامعة النجاح، وندعو كافة الطلبة ليكونوا صوت واحد خلال هذا اليوم لتشكيل عملية الاقتراع داخل ساحات الجامعة.